دكتور قد يتساءل البعض، انا هستفيد ايه؟ انا كمواطن هستفيد ايه؟ الدوله بتجمع بياناتها وبدل ما كانت ورقيه بقت رقميه، كمواطن ايه اللي هيعود عليا؟ طيب انا هسال المواطن البسيط جدا، انت دلوقتي لما بتروح تطلع شهاده ميلاد رقميه بسيطه خالص كده، ايه المجهود، ايه فرق الوقت اللي كنت بتاخده عن زمان ما كنت بتطلع واحده؟ بتقف على شباك دلوقتي تدفع ثمن شهاده تطبعها لك من قواعد بيانات مصر، صح ولا لا؟ طيب النهارده لما كنت بتعمل مصلحه حكوميه تستدعي ان حضرتك تروح لثلاث او اربع اماكن مختلفه، لما بتعمل رخصه عربيه وتطلع تروح لمرور عشان والنيابه عشان تجيب شهاده بيانات ومخالفات، والجهه ثالثه وكذا، لو جهه فيها تامين صحي عشان لو سائق بيعمل تامين صحي، لو جه مش ده كله. طيب لما كل حاجه مصر وكل وزارات مصر تستضاف في مكان واحد، هينشا حاجه اسمها، هقول اسمها العلمي وهقول اسمها الدارج، انتربرايز باس سيستم او جي تو جي، جفرمنت تو جفرمنت، اللي هو حكومه لحكومه، يعني بيانات الوزارات كلها تتصل مع بعضها البعض داخليا، تمام؟ فالمواطن يقدر ياخد خدماته من نقطه واحده، وان تعددت خدماته في خمس ست سبع وزارات، لان كل بيانات الوزارات اصبحت مستضافه في مركز بيانات ومتصله داخليا، فاقدر ادخل البيان الداخلي واقدر اديله الخدمه بمنتهى السهوله انا اسف ومنتهى اليسر اللي في الدنيا. رقم البطاقه بتظهر كل البيانات، كل بياناتك، هو ده الرقم بتاعك اللي انت ماشي بيه على الارض. بعد كده لما المستشفيات، في مشروع في مصر كبير جدا هيستضاف برضو المخ الرئيسي بتاعه في مراكز البيانات دي، اسمه ما هي كانت مستشفيات مصر كلها، بمعنى ان البني ادم المصري هيبقى له حاجه اسمها اتش ار، الكترونيك هيلث ريكورد، او رقم صحي ثابت، ده بيمشي بيه على ارض مصر، لو راح بيه هنا، راح بيه هنا، راح بيه مستشفى، راح بيه حاجه داخليه خاصه كذا كذا، لانه هيقدم خدمه للجهات الخاصه كمان عشان يطلع على ملف المريض، لان انت 90% من تشخيصك هو بياناتك التاريخيه المرضيه. طبعا النهارده لما يعرف كان عندك ايه وعندك ايه وعندك وبعدين العالم رايح دلوقتي ناحيه شكل جديد للطب اللي اسمه البيرسوناليزد ميديسن او الطب المخصص، ان كل واحد هيبقى له علاج غير التاني لو عنده نفس العرض. صحيح. شكل الدنيا رايحه لشكل مختلف. فلا هيستفيد صحيا لما يبقى عنده تاريخه كله اللي هو من يوم ما اتولد في كل حبايه دواء خدها وكل حاجه اتشخصها وكل اشعه عنده وكل بدل الحاجه اللي بيمشي بيها دي، هيستفيد على مستوى خدماته والراحه، هيستفيد على مستوى ان الاماكن اللي ملك الدوله اللي كان مخزن فيها اطنان الاوراق دي لما تتباع لصالح الدوله ده دخل لجوه الدوله وتتحط لجوه الدوله وهتتحط، واماكنها كلها اماكن مميزه جدا هتستغل سياحيا واستثماريا وكل حاجه، في استفاده من كل الطرق وبكل الاشكال.